قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اتصلت ببنت قبل 3 أسابيع عمرها 19 سنة صاحي من النوم على الساعة 9 رايح إلى مدرسة بأوكي محاضر إلا جوالي يرن أرد بنت عمرها 19 سنة أقسم بالله إني ما قدرت أميز كلامها من بكائها تبغى تتوب تبغى تتغير لكن تقول أنا ما أظن شوف قلة الحياة وقلة الأدب مع الله أنا ما أتوقع الله يتوب علي وهذا ترى من قلة الأدب مع الله لأن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أرسلت له صور طلعتي معاه وهي قاعدة تبكي يا بنت الناس لو سويت أي شيء الله يغفر لك قالت لي وهي تبكي أنا زانية أقسم بالله ما عرفت قيمة هذه الكلمة إلا لما سمعت من هذه البنت اللي عمرها 19 سنة الآن لما بعدنا عن القرآن وعن ألفاظ القرآن أصبحنا نستهين ببعض الأمور لازم نرجع لألفاظ القرآن وألفاظ السنة حتى نفوق بعض الشباب لو جيت قلت الوجه اللي وجه يكلم بنات ويطلع مع بنات وينام مع بنات هذه البنت وهي تبكي قالت باختصار أنا زانية والله العظيم كلمة ليست بسيطة وليست هينة بل قد تهتز من أجل السماوات والأراضين إحنا هذه مشكلتنا اليوم مشكلتنا إن بعدنا عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عز وجل عن هذه الكارثة عن هذه المصيبة ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا Don't worry.